ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على مقاومه المضادات الحيويه او الانتيبيوتيك ريزيستنس. الانتيبيوتيك هو دواء موجه للامراض او العدوات اللي بتسبب فيها البكتيريا مش الفيروسات. مع استخدام المضادات الحيويه بسبب وبدون سبب، البكتيريا نفسها بتتعود على وجود الانتيبيوتيك ده وبتبدأ ان هي تتطور وبتجهز نفسها للدفاع عن تأثير الانتيبيوتيك ده لما يتاخد، لانه دي بتكون حالة عامة في المجتمع. فالبكتيريا اللي بتطلع من شخص تنتقل لشخص تاني بتكون عندها نوعا ما ذاكرة انه الشخص ده اخد الانتيبيوتيك، فمع مرور فترة من الوقت البكتيريا نفسها بتتطور ومفعول الانتيبيوتيك بالتالي بيقل وبيقل وبيقل. الفكرة انه مش سهل انه يتم اختراع او ايجاد انتيبيوتيك جديد كل فترة من الزمن، خاصة الفترة الاخيرة المعدل بتاع اكتشاف الانتيبيوتيكس الجديدة قل، فلازم ان احنا ناخد بالنا كويس جدا من استخدام الانتيبيوتيكس وما يكونش الا في الحدود اللي مسموح بيها، وانه يتاخد كورس الدواء كامل زي ما الدكتور وصف في الروشتة او النشرة الطبية. شكرا واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله.